ايه بتقولوا ايه؟ اه طيب، بمناسبة كلام محمد بيه اهو بيقول الدولة لا الدولة بتتعب فعلا ايوه وبتنفذ، واستجابة سريعة من وزارة الداخلية بعتت لنا فيديو حصري هيذاع دلوقتي عن الجهود المكثفة اللي هي بتعملها. حصلت وقع لحد برضه بيزور وتم إلقاء القبض عليه. جميل. يا ريت ننزل بالفيديو. دي استجابة سريعة مباشرة. مديريه امن الاسكندريه وعن طريق مباحث مكافحه جرائم الاموال العامه بالمديريه تمكنت من ضبط سيده تقوم بتزوير المحررات الرسميه والمنسوب صدورها لجهات حكوميه مختلفه ومنها جوازات السفر وبحوزتها ادوات التزوير ومستندات. بنحيي والله وزارة الداخلية على المجهود ده. تحية. تحية لوزارة الداخلية الصحية. تحية لكل الجهات الرقابية الصحية في البلد. وبشكر سرعة الاستجابة من وزارة الداخلية وإن هم بعتوا لنا الفيديو ده اللي احنا نعرضه. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى. بالظبط. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. الإعلام الهادف البناء اللي بيعرض مشاكل حقيقية بس ممكن تكون خفية ما بيقتحمهاش بالطريقة دي ويكون مساند للدولة، إعلام مساند وبناء مش هدام. أدينا عرضنا المشكلة وجات استجابة في واقع حصلت فورية. نشكر الداخلية، نشكر قواتنا المسلحة، نشكر الجهات الرقابية على سرعة الاستجابة، ويا رب إن شاء الله بلدنا تظل كبيرة وعالية ونحارب كل الفساد اللي موجود فيها بينا وليكم.